طيب كمان على مستوى الصحافة العالمية، تعالوا مع حضراتكم نشوف قالت إيه في المحترف. يلا نشوف الصحف العالمية قالت إيه. هنبدأ جولتنا بصحيفة ديلي ميري الإكسبريس في طبعا إنجلترا، وقالت واللي اهتمت بفوز الأرسنال على نيوكاسل بثنائية وتضييق الخناق على المان سيتي في صدارة جدول الترتيب للدوري الإنجليزي. كتبت الصحيفة: نحن جاهزون للقتال، وأرتيتا فخور بعد بقاء أرسنال في سباق الصدارة. صحيفة ديلي ستار الإنجليزية كمان كتبت على لسان أرتيتا: قدموا أفضل ما لديكم، وأرتيتا يطالب لاعبي الأرسنال بالضغط على السيتي حتى النهاية. نروح لأسبانيا وصحيفة إيس الأسبانية اللي اهتمت باستعدادات طبعا ريال مدريد لموقعة السيتي في دوري أبطال أوروبا، وكتبت: جاهزون من أجل السيتي، ريال مدريد يواجه السيتي بمعنويات عالية بعد فوزه بالكأس، وجارديولا يستعيد دي بروين من أجل المباراة. صحيفة ماركا الأسبانية أشادت بعصر رئيس ريال مدريد بيريز، وكتبت عن عنوان النجاح عصر بيريز هو مثل للربحية الرياضية والاقتصادية والاجتماعية بعد الوصول لللقب رقم 32 مع العملاق الأسباني. نروح أخيرا لإيطاليا وصحيفة كورير ديلي سبورت الإيطالية تحدثت عن فوز اليوفنتوس على أتلانتا بثنائية والقفز لوصافة جدول ترتيب الدوري الإيطالي، وكتبت: أليجري خلف سباليتي في المركز الثاني، ودوري أبطال أوروبا في جيوبه.